السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو درس جديد عندنا كيف كتشوفوا واحد تويب رويمي يعني وغنديرو فيه واحد جديد بان لي شوية قصيصرة وما فيها لا استيفا لا عقاد لا حتى شي حاجة، وبلاصة الطوق والقب غادي نديرها واحد البارامونتير أو واحد السجفة باش يجينا فيني. كيف ما كنقول لكم التوب يعني كنشدوه كنطيو الحاشية مع الحاشية هكا يعني كنتنيوه، ولكن هذا الموديل هذا ما غاديش تجي فيه الحله كاع، يعني غادي الجلابه مسدوده من القدام. اذا حنا غنطويوه على جوج ونعاودو نطويو الطرف على الطرف بحال هكا اللي درت، يعني ها هو يا مطوي على جوج وكنعاود ندي هذا الطرف هذا للطرف الاخر. اذا كيصدقوا عندي هنايا اربعه ديال الطراف. بالنسبه للعبار كيف ما غادي نقول لكم، بالنسبه للطول عندنا متر و26، يعني غنحتاج فيها متر و26. ها هي متر و26 ديالنا. غادي نزيدو لها تقريبا واحد 5 سنتيم باش تجينا مفينيا. ها هي غادي نجيو بالنسبه للكتاف عندنا 39، اذا 39 غنقسموها على جوج هي 19.5 زائد 1 سنتيم بالخياطه هي 20.5. ها هو هي 20.5. غادي نهبطو ب 3 سنتيم باش كنطيحو الكتاف. غادي نهبط بالتركيز ها هو 27. بالنسبة للطول الأمام عندنا 41، والطول الحوض عندنا 20. بالنسبة دورة الصدر عندنا 27 سنتيم زائد 1 هي 28. وبالنسبة لدورة الحزام عندنا 25 زائد سنتيم بالخياطة هي 26. وبالنسبة لدورة الحوض عندنا 30 زائد 1 هي 31. غادي نشدو البيستولي نلاقيو هاد النقاط هادو بثلاثة. غادي نهبطو الايفازمو يعني هنايا غنهبطوه نيشان. هو طرسينا غادي نجيو غادي نعبرو من لهنا لهنا. هاد المسافة اللي بقات لينا غنقسموها على جوج، هي 24 هي 12، ها هي نقسموها على جوج. ندخلو هنا بسنتيم ونص، نجي هنايا غادي نحسب 8 سنتيم. ندير التقويره ديالي، نطيح الكتف ردوا البال الا كان شي توب بحال هذا، شوفوا راه كيتيري يعني خصكم تردوا البال. وكنجيو كنلاقيو هاد النقط هادو ثلاثه، هادي مع هادي، وكندير الدوره ديال التركيز ديالي. ها هي اذا هنا صافي كنكون ساليت. غادي نقبض بلي زيبانكل وغندوز نقطع. من بعد ما شديت الثوب الزيبانكل وثبتو وما طراتيت هنا، دابا غادي نقطع الثوب ديالي ونكونوا في نفس الوقت قطعنا الجهه الامام والخلف. وبالنسبه لهذيك جوج سنتيم اللي كنزيدو هنا ديما، اذا انا هذا العبر هذا غادي نزيد جوج سنتيم. ها هي غادي نزيدها على العبار وغادي نقطع يعني وغنطلع 1 سنتيم هنايا.
عاد ندوز نقطع هاد يعني عاد نقطع هاد الظهر بوحدو. انا نشرح لكم يعني غنقطعو، طلعنا بجوج سنتيم وطلعنا هنا بواحد، وغادي نقطعو بحيط راسنا هي الامام، وعاد ندوزو نقصو داك القيمة من الظهر. هانتوما لاحظتوا ها جوج سنتيم اللي زدنا، ها هي ها هي زدناها. غادي نقطعو نيشان، تشوف شويه غليظ وفي واحد الخيوطه كيشدو المقص. غنكمل التقطاع ديالي وندوز معاكم. من بعد ما قطعنا الثوم يعني غندوزو بعدا نرجلو هاد الجهة اللي اللور هنايا لتحت، نحاول تقريبا هنايا نقاد الثوم، وغنطلع بواحد السنتيم. ها هو هذاك السنتيم غيطلعو، ما تخافوش باش كتجينا يعني من تحت كتجي دايره مزيان، كتجي مقاده. احنا قدينا هنايا الطول، غنجيو دابا لان حنايا عندنا هنايا الظهر والقدام يعني رفصناهم في طقه واحده. غادي نحيدو هاد لي زيبانكل باش نحيد الجهه ديال الخلف ونخلي ديال القدام. هنا حيت لي زيبانكل، إذن هما عندي ربعة ديال الطراف. غادي نحيد هادو وغادي نخلي هذا، هذا هو ديال القدام وهذا ديال الظهر. هانتوما لاحظوا معايا هادو جوج هما هادو ديال القدام، وهادو جوج قشتو بعدنا هادو جوج ديال الظهر. إذن أنا هداك جوج سنتيم اللي زدت قبيله انا غنقطعها. وغندير التقويره ديالي العبار اللي درت، كنحيد داكشي اللي زدت. هو اذا انا ها هو بالنسبه ليا الظهر، ها هو كملته. دابا غادي ندوز بالنسبه للجهه ديال القدام. إذن هذه هي الجهة القدام ديالنا. غادي نهبط هنا بحداش سنتيم، ها هي، وغندخل بثمانية ديالي، ها هي، وغندير التقويرة ديالي. هنا درت التقويره ديالي، غادي نجي غادي نقص واحد شويه هذيك القيمه ديال القدام. ها هي دابا انا هذا هو القدام، انا ساليتو درت نص طوق. ضروري هنا كنجيو كنديرو واحد الحله تكون صغيره ديال تقريبا ديال 7 سنتيم، كنديروها كنعبروها وكنحلوها باش ملي نلصقو القب كيتقلب كيجي داير هكا. كنظن الامور واضحه. دابا من بعد ما فصلنا القدام وفصلنا الظهر، دابا غادي ندوزو نفصلو الكمام. دابا غادي ندوزو يعني غنفصلو لكم، ها هو الثوب على ربعه. كاين ديك الجهه اللي مشروكه ليه، يعني القاعده كتقول بان دوره التركيز ناقص 4 سنتيم هو العرض لكم، يعني في الدوره السطر 27 ناقص 4 اذا ناقص 3 هي 24.
غادي نهبطوه ب 14 سنتيم. ها هي غادي نديرو الخط ديالنا، نقسمو هذا الخط في النص وهذا في النص وهذا في النص. هنا كنطلعو بجوج وهنا كنهبطو بواحد ونص، وكنقاد التقويره ديالي. ها هي التقويره ديالي، ها هي. بالنسبه للطول لكم عندها 57، غادي نزيدو عليها 4 ديال السنتيم، حيت لحقاش هاد دي مطرقه ما فيها حتى شي حاجه، يعني ما فيها لا سيفه لا والو، باش غنفيليوها خصنا نزيدو هذاك السنتيمات. ها هو الطول لكم، ها هي 57. نقدروا نزيدو غير 3 مثلا الا بغينا شي يجي عريض. ها هي 3. غادي نديرو هنايا 16 زائد واحد الخياطه هي 17. وكنطراسيو الكم ديالنا. كنشدو بلي زيبانك اللي كنثبتو هو الاول، وعاد كندوزو كنقطعو. اذا ها حنا قطعنا الكم الكمال، ها هما ضروري ملي زيبانك اللي كنقولها ديما ونعاود. هادو هما لي مونش ديالي، ها هما هما هادو لي مونش. دابا غادي ندوز للكابيشون، تلقاش غيجي كابيشون ماشي قبعة عادي، بالكابيشون يعني داير. كنقادو التوب، هو قدينا التوب. بالنسبه للسيده مولات هاد الجلابه هادي بغات كابيشون كبير، اذا حنا غادي نديروه عريض شويه. غادي ندير فيه تقريبا 1.32 زائد 2 سنتيم باش نخيط، هي 34. ها هي كنخلي هاد 34، يعني هنا كنخلي واحد 2 سنتيم باش كنطرقوه وكيجي مفين. ها هو هي 34. وبالنسبه للطول القاعده كتقول هو الطول زائد 4 سنتيم. ها هي عندها 39 زائد 3 هي 41، 42. ها هي غنطلع 11 سنتيم. وغندير الخط المائل ديالي، غنجي غنقسمو في النصف، هذا في النصف، هنا غنطلعو بجوج وهنا بسنتيم ونص. وغندير التقويره ديال الكابيشون ديالي، الفرق هنا فين كاين هو اننا غادي نجيو هاد النقطه هادي غادي ندخلو واحد 9 سنتيم، ها هي، ونهبطو عليها 9 سنتيم. يعني هكا يتبعوا معايا باش تفهموا علاش درتها، باش كنجي هاد باش كنقورو هنايا، يعني هنا كيجي داير، وهنا عاد كنديه نيشان خصو يجي داير هذاك التقويره اللي درنا باش نقورو. كنمشيو نيشان وكنعاود نعبر باش نتاكد بان راه القب ديالي الكابيشون ديالي غيجيني قد الجلابه، يعني باش ما بديت كنشد الجهه الامام. ها هي كنعبرها، جاتني هنا، وغنسد نشد الجهه الخلف كذلك، وغنقورها هنايا ونعبرها. ها هي هنا زائد هادوك 2 سنتيم اللي قلت لكم اللي غادي نخليو، ها هي، باش الكابيشون غادي تجينا ديك الخياطه فيه، متلقاش ما عندناش اللي غيفيني، ما غندوش ندوبلو له حنا التوب. اذا ها هو الكابيشون جا داير، وغادي نثبتوه بلي زيبانكل وموراها نقطعوه. ها هو الكابيشون من بعد ما قطعناه، ها هما جوج الاطراف كيجي هكا.
كيجي عريض حيت لاقاش بغاتو طويل عريض، وفي نفس الوقت فاش غنخيطو راه غنخيطو هكا، يعني غادي نقصو له باش يجي فين، غنقصو منه هكا يعني واحد جوج سنتيم باش يلا غادي يجينا هو هذاك. هذا بالنسبة للكابيشون، ها هو هادو الكميمات ها هما هادو الكمام. دابا غادي ندوزو ديك الباغامونتور اللي قلت لكم اللي غادي يجي وغادي يفيد لنا القب والكمام، القب والكل خصنا نفصلوه على هاد العبار. هذا كنشدو التوب هو هذا، هاهما جوج الاطراف، جوج ديال الطروف عندنا هنايا، كنشدو انا كنحطو هكذا هاهو حطيناه، نقادو هنايا كنجيو كنطراسيو على هاد العبار هذا اللي عندنا، خصنا يجيو قد قد. هذا هو الطول اللي عندنا وغنزيدو عليه شويه. اذا انا هنايا عندي تقريبا واحد القيمه ديال 6 سنتيم او 7، ها هي وهذا هو الطول، وكنجي كندورهم هكا. وغادي نقطع باش فاش نكون كنخيط غادي نلصقهم من تحت في الخيط، نوريكم كيفاش باش كيجي القب مفين. اذا هكا هما قطعناهم تيكونوا جوج ديال الطراف، هنا كيجيو مثلا هنا كيجيو كنلصقوهم هنايا، باش قلت لكم خصكم تحطوهم هنا مع القب، كيجيو مفين هنا كيجي مفين مزيان. وفاش واخا كتقلبي القلبه ديال الكول ديالك تيجي جلابه فينيا. المهم الدرس الجاي ان شاء الله غنديرو لكم على ديال هاد الجلابه هادي كيفاش غنخيطوها.